بدل ما انت النهارده تبقى عايز فقط تركز مع الـ الـ يعني الـ الـ الطلبه او الطالبات في على انه دايما بتركز له على ناخد شهاده، لا تقول له اني شهاده ونشتغل معاه على كده. والتلفزيون كوسيله يشتغل في برنامج اسمه العباقره بيجي في التلفزيون، البرنامج ده استطاع ان هو خلال سنوات قليله سنتين ثلاثه يمكن ان هو يلقي الضوء على حاجه معينه وتطور اكتر من كده. انا بتكلم كده عشان التلفزيون، كل التلفزيون المصري وكل القنوات سواء كانت قنوات عاديه او قنوات خاصه. انا قلت الكلام ده قبل كده ومحدش يزعل مني، انتوا لقيت كل القنوات جايبه مطابخ المطبخ والتشيف، حد زعلوا مني ولا ايه؟ انا غلطان يا جماعه؟ طب هاتوا لنا مطبخ من ده، حد يعمل لي لا مؤاخذة في كل برنامج كل يوم بيتكلم على الحكايات دي. يا جماعه انتوا بتتكلموا على الاكل، هو احنا مستنيين حد يعلمنا ناكل؟ لا احنا لا انا بتكلم صحيح والله، يعني احنا محتاجين يعني مش ممكن كده. كل ما ادور التلفزيون الاقي المطبخ ويقول لي وحاطط انا مش ضد لحسن حد يفهمني غلط، لا والله بس كده وكده، يعني هاتوا حاجه كده وحاجه كده. فانا اقصد اقول عشان ننقل ونقدر نغير الثقافه بسرعه لمواطنينا. بالمناسبه طب انا ممكن كنت خليت الدكتور عمرو يتكلم في الموضوع ويستقبل زي ما يستقبل وخلاص، لكن احنا بنتكلم كده وقعدنا وبنكرر وبنجيب ولسه هنتكلم تاني، عشان لازم نغير الواقع اللي احنا فيه.